ده التين البراون اهو، بسم الله ما شاء الله نعم، احنا عملنا عليه اهو. وجاية. وده التين الاسباني الاصفر، بسم الله ما شاء الله اهو. ده يا جماعة عمر 7 شهور، يعني تين عمر 7 شهور اهو بيجمع ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. طيب هو زي ما احنا شايفين، التين ده البراون. البراون اهوت، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك اهو، محملينه مع الباباز الريد ليدي تمام. ودي تجربة ناجحة جدا اهيت يا جماعة. دي أول تجربة في مصر بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. أول تجربة تتطبق بالشكل ده وزراعة في مكثفة، مستغل المساحة. مستغلين المساحة. وده المحاصيل دي كلها يعني زارعينه في 1/3، تمام، وان شاء الله خير يعني، وربنا ربنا يبارك يخير. لك. يعني هو برضه في شغل وفي مجهود. طب ايه المشاكل اللي واجهتك؟ والله بص، احنا كل حاجه بتحتاجها احنا لازم بنعمله، فطري، عفان، خد بالك بقى، التين والباباز الاثنين كمان متحملين للامراض، متحملين متحملين، والدنيا ماشيه، يعني ممكن ننتجهم انتاج حيوي والله. تمام. احنا بنستخدمه كل الوسائل، لان انا في التين، الامنه. انا في التين انا بستخدم مصايد والمشمش برضه، لان انا مزارع مشمش وخوخ والكلام ده كله، انا دايما بستخدم فعل الانتاج استخدم مصايد بدل المصايد. ما استخدام المبيدات مفيش. الحشريه الضاره، لان بتيجي في بحيث وقت ان انت تطلع انتاج اورجانيك. كمان التين ده بيدخل مصانع التجفيف، بيدخل بيؤكل فريش، لا لا، هو السوق بتاعه كويس وسوقه مطلوب جدا جدا، ومطلوب تصدير ومحلي. وبسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك. حاجة يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، شايفين كمية الإنتاج؟ قولوا بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك. وربنا يسلمك. وأدى الباباز الريد ليدي صنف ناجح جدا جدا اهوت في مصر، تجيته غزيرة تمام. ممكن تزرعه مكثف أو محمل، تحمل للأمراض أهو زي ما احنا شايفين يا جماعة، تجربة ناجحة جدا، ربنا يبارك لك يا حاج عصام. اهو ده الباباز الريد ليدي، انتج يا جماعه على فكره. يعني ده مزروع في شهر كام يا حاج عصام؟ الريد ليدي ده مزروع في 10/4. 10/4، احنا دلوقتي في 20/9. هو كمان ده دخل، يعني الاسمار ده بادئ من حوالي شهرين فاتوا، هو صح؟ هيبدا يدخل انتاج، ممكن 20 يوم تاني، 20 يوم وتاخد منه محصول، يعني خلال 7 8 شهور بتاخد منه محصول. دي حاجة كويسة جدا وسريعة جدا. لو أي حد واخد أرض زراعية عايز يستثمر استثمار سريع، يبدأ يطبق التجربة الناجحة بتاعتنا الحمد لله. لأن بعد أنت بتحط رأس مال، وفي ناس بتروح بقى تنزل الأراضي الواحات، وتروح الوادي الجديد والأراضي الجديدة كلها، وتبدأ تقعد تصرف 3 4 سنين تستنزف كل المال اللي معاها، وتيجي التجربة خلاص ماله خلص بيوقف. لا ما لا ينفع، لا لازم لا، يكمل. اما ده 8 شهور اهم شيء دورة رأس الاستمرار. المال، احنا الله دورة ينور. سرعة دورة رأس الله المال ينور احنا عليك. بندوره على 8 الشيء ده. شهور بالظبط بتاخد فلوس في ايدك، تزرع الحاجة 8 شهور تنتج. طبعا بالنسبة للظروف الجوية، النبات بينجح في الظروف الجوية اللي جو مصر كله ينفع له. ولكن في نقطة بقى يا حاج عصام، إيه هي؟ إن النبات التين محتاج برضه نسبة رطوبة، محتاج نسبة، يعني لو اتزرع في الوادي الجديد والواحات البحرية والحتت ديت، يفضل يتعمل له ري رش ميست، يتعمل رشاشات كده وتدي بالنسبة ميست، لإيه؟ علشان التين لا، هو بيحب بالنسبة برضه للتين نسبة هو بيحب الرطوبة. نسبة الرطوبة، بس هو هيكثف له المية بس. طبعا الدنيا الأماكن البعيدة ديت عشان التسويق والكلام ده برضه في مشكلة. أنا رحت أنا الواحات، ممكن يتعمل له تجفيف هناك ممكن في أعمل له الواحات. تجفيف، لأن هيتعب في التسويق، لأن نقله هيبقى صعب شوية. هو ممكن يجمعه في طور نصف نضج زي كده مثلا؟ لا لا، ما بيبقاش، ما يبقاش كويس. لا لا لا، ولما ينضج على امه كده افضل، ما لو اتجمع في المرحله ده يا حاج لا لا عصام. لا، التين ما بينضجش بعد بعد القطف، بينشف، بيفضل ان هو يبقى ناضج لازم يكون ناضج انتاج تام مع لو الشراء. هيتزرع في الاماكن البعيده يبقى المشكله في النقل بس. ممكن يتجفف. ولكن هو برضه عاوز خدمه، اصل الناس يكون مفكره ممكن واحد يزرع عشان يوصل للشجره يقعد 3 سنين، لكن انت لو عندك تسميد وخدمه شتويه ومن الاول خالص. طيب قول لنا ايه الخدمه اللي انت حطيتها من احنا البيت؟ حطينا خدمه سباغ بلدي، وحطينا فتحت الخط حطيت فيه سباغ.
وسوبر وكبريت و ورحت قافل وجفنا وحطينا كبريتات نحاس بعد كده عقمنا عشان الارض عفان الجذور. وبعدين وزعنا العجل واللي كان بيغيب عملنا شتلات وبدينا نحطها تاني. تمام. وبعد كده زرعنا الباباز نفس النظام، اذا كان في حاجه غابت شتلناها مع برنامج تسميد محكم. تمام. والري بقى بتروي كل قد ايه؟ مش كل الارض، الارض يعني على دي حسب ارض رمليه. ايه منطقه يعني الاسماعيليه؟ يوم يوم ويومين. يوم كم ساعه؟ بندو ساعة ساعة ونص. ساعة ساعة ونص. طيب بالنسبة للأكاروس عامل ايه معاه؟ لا الأكاروس احنا بنرش وبنقاوم على طول. تمام. انت برضه ممكن ترش النيم اويل، هو زيت النيم برضه بيجيب نتيجة حلوة بحيث ان انت تنتجه انتاج اورجانيك. احنا بالنسبة لنا احنا ما فيش مشكلة في أي حاجة. أي حاجة حد تنتجه انتاج اورجانيك أي حد مثلا طالب أي شيء معلومات عن الظروف ما فيش أي والكلام مشكلة. ده كله ممكن انا وانت يعني ما فيش اي مشكله ان شاء الله. عندنا استعداد ان احنا نزرع في اي منطقه، والحجز يبدا من النهارده علشان ايه اللي عايز اي كميه يبدا حجز، واحنا هندي له اي كميه ونزرعه لو نتابع معاه. ما عندناش اي مشكله، عندنا المتابعه يعني هنسمعك من البدايه للنهايه، مش هنسيبك. بس يوفر لنا يقول لنا اللي هنقول عليه يعمله، بس هو العمليه هتمشي في الحدود الممكن والمتاح لك. وربنا يكرم الجميع، لان الاصناف دي ما كانتش محظوره، ما الناس كلها كانت محظوره، ما حدش بيطلعها، وكانت بتطلعها غاليه جدا جدا. احنا محظورة. هنطلعها بسعر معقول ان شاء الله، وربنا المستعان. وربنا يصلح الحال. وده هو الاصناف، ده الباباز الريد ليدي، تحت امركم يا جماعه في اي وقت. بسم الله ما شاء الله. الناس متخوفة يا حاج عصام من التسويق، تسويق الباباز. كل اللي يكلمني يقول لي التسويق التسويق التسويق. هو ناجح 100% وانتاجه ما شاء الله وربنا يبارك. طيب التسويق. التسويق تحب تقول لي ان المزارعين انت دخلت لا. بقلب جامد رحت زرع 10؟ لا لا، واحنا قبل كده انا كنت زارع كميات وكنت بوديها العبور مستوي او نص سوى في كارفور. طب الكيلو بيتباع بكام؟ والله الكيلو جملة. ده متوسط جملة من 7 ل 10. من 7 ل 10. ممتاز خالص. لكن بالنسبة للتسويق اللي هو المصانع ب 4 جنيه، 4 الا ربع 3 ونص. حلو خالص برضه. بالنسبة للمصانع المصانع بتاخد اخضر وبيدخل في صناعة العصائر ويدخل في صناعة الصابون. الناس برضو ما بيقولوناش احنا برضو يعملوا اللي يعملوه، المهم هو مطلوب، مطلوب في المصانع ومطلوب في ريش. وبعدين ميزة الصنف ده يا حاج عصام ان هو نسبة سكرياته عالية. بالنسبة ليه؟ للصنف الباباز. بالنسبة للباباز هو سكرياته نعم وما فيهوش بذور. ما فيش بذور وجيد عند الاستواء جيد، بالاضافه طعمه عامل زي الشمام كده ولا احسن؟ لا، بين المانجا والشمام. بين المانجا والشمام مميز جدا. نسبه سكريات عاليه، نسبه سكريات عاليه مع طعم ونكهه مع عدم وجود بذور، ما فيش اي رائحه. واحنا الفيديو الجاي ان شاء الله هننزله لكم المستوى، بس في مزرعه تانية عندنا مزروعه من السنه اللي فاتت. تمام. اما دي الزراعه بتاعت السنه دي لسه ما فيش اي. وطبعا دي نباتات معمره، يعني بيقعد الباباز بيقعد معاك كام سنه مثمر انت زرعه؟ حوالي ممكن احنا حاطين له حوالي 4 سنين. من 4 سنين؟ 5 سنين بالكثير وخلاص. 4 سنين ثمار يا جماعه. انت هتزرع الشتله ولمده 4 سنين تجني منها ربح. لكن التين لا، معمر معمر معاك بقى 50 60 سنه زي ما انت عايز، وبعدين بتكسر منه. ما فيش مشكلة خالص. تمام. ربنا يبارك. مشكلة خالص. واحنا هنا مستعدين استعداد تام لنشر هذا النوع، بس لجودته مش تمام. لحاجة تانية. تمام. لان انا واخد عهد على نفسي، لان ده كان في واحد متعهد بيه وبيقول لك انا مش هنشره في مصر، هو مش من القطر المصري. يعني واحد مستثمر هنا. لكن انا النوع ده لما اتحصلت عليه انا ان شاء الله متعهد ان انا الصنف ده هنشره في الباباص والباباص او التين. تمام. الاثنين ان شاء الله هيملك اكتار مصر كلها. لأن اللي محتاج احنا تحت امره. ثقافه الباباز مش منتشره في مصر رغم اهميته ورغم لا، ده هو مفيد جدا، ده بيحتوي على انزيم البابايين، بيحتوي على الكاروتين والبيتا كاروتين لعلاج ضعف النظر، نسبه سكريات، بيعالج السكر والضغط. يعني فوائده كتيره جدا جدا، ولكن للاسف الناس كانت بتعزف عن تناوله يا حاج عصام. لا لا،
علشان طعم الباباظ البلدي مش حلو. خد بالك الباباظ البلدي مش حلو، اما ده ما حدش يعرفه. بالنسبه للباباظ البلدي فيه البذور بتاعته كانت عامله له بعض النكهه الغضه كده او الرائحه الغضه، فيها تنينات لكن هنا ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. لا ده صنف ممتاز جدا. عادي احنا بنشتري بذوره غاليه جدا جدا جدا، طبعا البذوره غاليه جدا ومستورده واف 1 وما بينتجش بذره، يعني انت لا مضطر ان انت تشتري بذرته سنويا عشان تنتج. ولا جيت بعد ما تلاقيش بذره ما بتديكش نفس لا لا نفس الصنع. تمام الله المستعان وربنا يبارك. من الناس جميعا ان هي ربنا يسهل، والناس ربنا يكرم الناس جميعا وربنا يسترها عليها على يا رب على الناس ان شاء الله. اللهم امين ويزيد ويبارك، وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.